وللحديث أكثر عن إصرار مملكة هولندا على محاكمة بشار الأسد على ما اقترفه بحق المدنيين من جرائم يعدها القانون الدولي الإنساني جرائم ضد الإنسانية، ينضم إلينا رضا سطيف الحقوقي السوري عبر الهاتف من أنطاكيا. أهلا بك سيد رضا. بداية، هولندا وكما تعلم أعلنت عن التوصل إلى آلية تمكنها من محاسبة نظام الأسد في محكمة العدل الدولية في لاهاي دون المرور عبر الفيتو الروسي. إلى أي مدى يمكن أن تفتح هذه الآلية الباب فعليا أمام مزيد من المحاكمات على جرائم الأسد؟ مساء الخير سيدي الكريم، مساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين والمتابعين. بداية، الأمر في محاسبة نظام الأسد وضباطه والميليشيات العاملة معه، سواء فيما يخص جرائم الحرب المرتكبة أو فيما يخص تعذيب المعتقلين، طبعا جميعها يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية. هذا الأمر الذي تكلمنا سابقا عبر شاشتكم عنه لم يلقى الجدية الكاملة حقيقة خلال العشر سنوات الماضية، لكن نرى ولو كانت العمل جاري من خلال جوانب أحادية سواء في ألمانيا أو هولندا أو بلجيكا خلال العام المنصرم وهذا العام، لكن نراها خطوة جيدة وممتازة. بالنسبة لموضوع هذه الاتفاقية، حسب ما ذكر وزير الخارجية الهولندي، واتفاقية مناهضة التعذيب والتي تم العمل بها عام 1987، بإمكان الدول الأطراف محاسبة أي دولة ارتكبت جرائم تعذيب بحق الأشخاص، سواء من خلال انتزاع اعترافات او من خلال الانتقام، او يطول الحديث في هذا الامر. هذا الامر، يعني وزير الخارجية الهولندي قال ان اتفاقية مناهضة التعذيب موقع عليها من قبل نظام الاسد كما تعلم، وقال ان هذا التوقيع سيمكن هولندا من محاكمة الاسد. لماذا لم يلتفت الحقوقيون السوريون لمثل هذه الثغرة طوال الفترة السابقة؟ سيدي، نحن بحثنا جميع الجوانب لمحاسبة النظام وأركانه وأتباعه، لكن لم نلقى التفاعل الحقيقي أو الإيجابية الحقيقية من الدول. نحن لا نستطيع كهيئات حقوقية أن نحاسب، نحن بحاجة إلى دولة ترعى. اليوم عندما أعلنت هولندا بأنها جاهزة للمحاسبة، فنحن جاهزون بكل الإمكانيات لوضع جميع الملفات التي بين أيدينا أمام محكمة الجنايات الدولية برعاية هولندا. أما أن نحن كحقوقيين نقوم بالمحاسبة، فأنت تعلم النظام القانوني الدولي كيف يتعامل وكيف يمكن فتح الادعاء بحق هذه الجرائم. طيب، إذا كان هناك تعاون بين الحقوقيين السوريين والدول الداعمة لحقوق الإنسان، قد يقول قائل سيد رضا، لماذا لم تطرح الفكرة المقدمة من هولندا حاليا؟ لماذا لم تطرح منذ بداية ملاحقة الأسد قضائيا؟ سيدي، هذا الجواب أيضا يندرج ضمن السؤال السابق. نحن حاولنا بكافة الوسائل من خلال محكمة الجنايات الدولية، من خلال عندما عارضنا الفيتو الروسي، نحن حاولنا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاولنا من خلال تحريك الدعاوى بالدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، إلا أن الأمر لم يكن يأخذ الجدية أو الآذان الصاغية بشكل حقيقي كما أسلفت لك. اليوم نحن نجد أن في أوروبا توجه نوعا ما أصبح حقيقيا، وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة الضباط في ولاية كوبلز في ألمانيا، وتبعتها أيضا بلجيكا والآن هولندا. فهذا الأمر أصبح لدينا بارقة أمل لنعمل حقيقة بكل قوة في هذه الملفات. نعم. في السؤال الأخير إليك سيد رضا، يعني هل تعتقد أن هناك شبهة سياسية في إخفاء الحل الذي تقدمت به هولندا هذه المدة في ظل حديث عن إمكانية تدوير الأسد؟ هل هذا وارد؟ نعم سيدي الكريم، هذا الكلام 100%. الأمر كله سياسي حقيقة، لم يكن هناك قرار حاسم من قبل المجتمع الدولي بإنهاء نظام الأسد. كان هناك دائما أمل على أن يتم تعويم النظام أو إعادة إنتاجه من جديد، ولو كان بصورة
نوعا ما أفضل من السابقة ولو بشيء قليل، يمكن تدويره بناء عليها لإعادة إنتاجه من جديد وبقائه في السلطة، فهو يتوافق مع النظام والمجتمع الدولي أكثر مما هم ممكن أن يحصلوا عليه من الحكم الجديد أو النظام الجديد الذي يمكن أن يأتي بعد نظام الأسد. الحقوقي السوري رضا سطيف، كنت معنا عبر الهاتف من أنطاكيا، شكرا جزيلا لك.